اقمنا في هذا اليوم نشاط طلابي وهو السوق الحرة. نشاط طلابي يساعد الطلاب على زرع مجموعة من القيم، منها التبضع لمجموعة كبيرة من الطلاب، وأيضا لطريقة البيع لمجموعة أكثر من 250 طالب تقريبا. الجميل أنه أعطينا فرصة لحضور أولياء الأمور، شاركوا أولياء الأمور أبنائهم في البيع، وكذلك مجموعة من أولياء الأمور شاركوا أبنائهم في الشراء. حضور ولي الأمر في مثل هذه الفعاليات يساعده على الوقوف على البيئة التعليمية المحيطة في أبنائهم والموجودة داخل المبنى المدرسي. الله يجزاكم خير على السوق الحرة، فهمتوا عيالنا ثقتهم في أنفسهم وفي السوق، يتعلمون الأشياء هذه من الصغر، وشيء طيب وبادرة طيبة أنكم أعطيتوهم فرصة مفهومية الشارع برا والأمور اللي برا. جزاكم الله خير على اهتمامكم. استأذنت من العمل وجيت أشارك في السوق الحر، وهدف من المشاركة أن نعلم أولادنا أبنائنا على التعامل مع زملائهم وطريقة البيع والشراء. أنا جاي اليوم حقيقة مع الولد ومع أولادنا الطلاب نشارك في المشاركة هذه السوق اللي مسوينه في المدرسة. يوم جميل جدا حقيقة، حبينا نشارك أولادنا حتى نزرع فيهم الثقة.